سلمى، مكملين بحلقتنا الخاصة بعيد المعلم. أكيد بنعايد كل المعلمين السوريين، ودائما المعلم هو شرارة الأمل لجيل متعلم مثقف قادر يتحمل اليوم مسؤولية لبناء وطنه ومشاركة هي المسؤولية. أكيد نور، وخلال فترة الحرب كانت إعادة تأهيل المدارس المتضررة وأيضا العمل على الكوادر التعليمية وتأهيلها وتدريبها وتطوير عملها كان مهمة كتير صعبة ومستمرة. وخلال هذا الوقت طبعا هناك كثير من الصعوبات التي تواجه الكادر التعليمي، ليس فقط الحرب ولكن أيضا التطور التكنولوجي الذي فرض نفسه على كل شيء وحتى على طريقة التعليم والتدريب. لهيك كان العمل على التدريب والتأهيل هو عمل مستمر لا يتوقف رغم كل الصعوبات. اليوم رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع ودور مديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية بهذا الموضوع، ورح يصيرنا يكون معنا بصباحنا لليوم طبعا الأستاذ مديان أبو درغم، رئيس دائرة في مديرية الإشراف التربوي. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، كل عام أنتم بخير، كل عام وكل معلم عنا، معلم عربي معلم سوري بألف خير. أكيد كل عام وأنت بخير أستاذ. خلينا بالبداية نحكي، اليوم نحن في زمن التخصص بكافة المجالات، نتحدث عن هذا الجانب بالنسبة للكوادر التعليمية من خلال فعليا تأهيلها وتطويرها بشكل مستمر. بداية الرحمة لشهدائنا، شهداء الحرب، شهداء الزلزال، والرحمة لكل إنسان تعرض في هذا الزلزال للأذى، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. دعنا نعود إلى السؤال الذي طلبتيه. حاليا كل نوع من أنواع التعليم بحاجة إلى مهارات، صحيح، وكل ما أتقن معلمنا المهارات اللازمة للتعليم سوف يكون الأداء أو خلينا نقول ناتج من التعليمي أعلى مستوى، قادر على مواكبة العصر، قادر على مواكبة الحياة والدخول إلى سوق العمل بشكل جيد. بدنا نحكي عن مسائل المعلم خلال هذه الفترة، فترة الحرب، وحتى إذا بنلاحظ حاليا في فترة الزلزال، كنا قادرين على الصمت، قادرين على فتح مدارسنا بأحلك الظروف. من أين أتت هذا؟ أتى هذا من خلال معلمنا الواثق بنفسه، الواثق بمعرفته، والذي يملك المواطنة بأعلى درجاتها. هذا الإنسان قادر أن بروحه هذه تعليم المواطنة، وهذا ما نسعى حاليا إليه في كل مناهجنا. أما فكرة الاختصاصات، الاختصاص إذا بتلاحظوا صار في عندنا معلم صف من خلال الجامعات، استثمرناهم في مرحلة التعليم الأساسي بحيث أنه يكون عنده قدرة على مواكبة طرائق التعليم الحديثي. وخلال فترة الحرب بالكامل لم نتوقف عن تقديم الدورات عن المناهج المطورة، وبالعكس نحن في أثناء الحرب طورنا مناهجنا وقدمناها، وبدأت من عام 2017 تقديم المناهج المطورة وتطوير أدوات المعلم وفق هذه المناهج. وصلنا فيه إلى مرحلة متقدمة جدا، آمن بأفكار الحديثة لهذا المنهاج. وحاليا في عندنا مهارات القرن 21 بدأنا التدريب عليها، وبدأنا وضعها في خطة مهارات الحياة، وأصدرنا دليل بهذا الموضوع وكيفية استثمار مهارات الحياة في التعليم والنظر إليه في حالات للمستقبل. وإذا لاحظتوا كمان وزيرنا، ما في مؤتمر إلا ما شاركنا فيه مؤتمر تربوي، وخصوصا المؤتمر الأخير في التحول في التعليم الذي يصر من خلاله وزارة التربية بالكامل أنه نكون في المقدمة دائما من هذه الناحية. نحن في مقدمة على مستوى الوطن العربي في التعليم رغم كل الظروف السلبية اللي وصلنا لها. نعم أستاذ مديان، يعني بما أنه حضرتك حكيت أنه نحن هلأ بظل التطور وتطور أدوات التعليم بحد ذاتها، يعني شفنا خلال الفترة، خليني أقول السنتين أو الثلاثة اللي مرقوا ابتداء من كورونا وما بعدها، تغيرت كتير بطرق التعلم، واضطرينا لكتير أوقات أنه الطلاب ما يروحوا على المدارس، وصار في عنا كتير تعويض وسنوات، يعني صلنا ثلاث سنين عم نعاني من مشاكل متتالية، كورونا وبعدها هلأ كارثة الزلزال.
كان في مبادرة جدا مهمة من وزارة التعليم اللي هي فعلت أكثر التعليم أونلاين من خلال الدروس وقناة التربوية وغيرها. اليوم خلال هاي الفترة أيضا قمتم بنفس هاي التفاصيل ولا لا ضفتوا عليها شيء جديد؟ كورونا علمتنا الكثير. أولا أنه الفترة اللي إجت فيها واستنفرنا بكافة كوادرنا أنه نعلم عن طريق التربوية السورية، وكانت تقدم الدروس الفاقد التعليم ومنصات منصة إلكترونية. كان في عندنا منصتين فعالات، منصة دمشق ومنصة المركز الوطني، كانوا فعالين جدا في هذه في هذا الوقت. ووصلنا وبالتالي هذا الدرس خلانا نفتح منصات أخرى، فتحنا منصة في حماة، فتحنا منصة في حمص، في اللاذقية، وبالتالي هاي المنصات صار في عندنا قدرة على، أو حاليا يمكن نفتح منصة قادمة يعني في حلب. استمريتوا العمل فيها ما توقفت بعد؟ لا بالعكس، هلا منصة حماة كان عندها مبادرة كثير رائعة خلال فترة الزلزال، قدمت الدروس بشكل فعال جدا، كمان حمص بذات الموضوع. إذا وصار في عندنا برنامج واضح من خلال كل منصة شو في عندنا نقدم. بالفترة هذه السيد وزير عندما زار حلب افتتح غرفة بهذا الخصوص، أن التعليم الافتراضي بحيث أنه يقدم الدرس حتى تفاعل، ممكن يصير فيه تفاعل بينه وبين الطلاب. قدم كمان رح يفتتح صاري قريبا بحيث أنه جميع مناهجنا أو دروسنا مصورة، وحقيقة هي مصورة وعلى سيديهات موجودة، رح نستثمرها بحلب وباللاذقية بحيث أنه أي طالب بحاجة لأي درس بموضوع معين يجي يحضر هذا الدرس على كيف قدم، يعني خلينا نقول بصريا وتفاعليا. وخلال تواجده فيها راح يكون في عندنا مشرف يشرح اذا بعض النقاط اذا في بحاجه الى هذا الطالب او لا. طبعا هذا كله الهدف منه الفاقد التعليمي اللي حصل بسبب الزلزال ببعض المناطق. ونتوقع كمان اذا لاحظتوا انه في عندنا الفاقد حاولوا من خلال ايامات السبت والجمعه صحيح. انه يقوموا فيها مدرسينا لرأب هذا الصدع اللي صار. كان المشكله الاساسيه عندنا هي العامل النفسي. ولاحظوا كمان انه وزاره التربيه كان لها المبادره الاولى في فكره الدعم النفسي من خلال نحن خلال السنوات الماضيه كان في عندنا كثير من الدورات في الدعم النفسي. في خلينا نقول كيفية التعامل مع الكوارث، خصوصا كنا في كارثة خلال الحرب، وبالتالي كارثة الزلزال كانت أكبر اختبار لهذا الفريق الذي استطاع خلال ساعات أنه يدخل يقدم دعم نفسي. وأنا رحت على اللاذقية رحت مدراء المدارس خلال 20 يوم بعضهم سهرانين بمراكز الإيواء بيقدموا هذا الدعم. هذا من أين أتى هذا؟ لو ما هذا الشعور بالمسؤولية، الشعور بضميره ما كان وصل لهذه النتيجة. لاحظوا مثلا مدير حلب بأول اللحظات قدم كل المساعدة بمبادرة فعالي جدا، انه كل شيء في عنده ادوات للايواء قدمها. فاذا لاحظوا انه التربيه بكل اتجاهات، اتجاهاتها الاخلاقيه وكانت حاضره، واتجاهاتها العلميه كمان كانت حاضره. وحاليا في كثير من مدرسي حلب ومدرسي اللاذقيه بيقدمون دروس مجانا على الافتراضيات. المساله الثانيه بدنا نحكي عنها حتى نحن في الوطن العربي من خلال مدارس افتراضية الخاصة، نحن كنا سباقون فيها في الوطن العربي، وكل من هو على مساحة الوطن العربي وحتى مساحة العالم يريد التعلم وفق المناهج السرية يستطيع من خلال هذه المدارس الافتراضية. نحن سباقون في نشر العلم ومعرفة وضميرنا المهني في أي مكان في العالم، ونتمنى أنه دائما نكون كما كنا دائما في المقدمة إن شاء الله على طول. كمان في عندنا كثير من مبادرات المدارس الخاصه اذا بتلاحظوا على في هذا من خلال اما المساعدات الماليه او المساعدات العلميه. ومدارسنا العامه بالذات كمان طلابنا اذا في كثير من المواقف قدموا مساعدات عينيه هذا من وين اتى؟ من الفكره الاخلاقيه اللي ربناهم عليها، من الفكره انه نحن وطن واحد وشعب واحد وقادرين على الصمود ضد اي
حرب قادمة وحرب وقعنا فيها وأي كارثة قادرين على الصمود فيها إن شاء الله. هيك يا رب يبعد الشر وكل الكوارث عنا، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون حلوة لكل الناس ولبلدنا الحبيبة سوريا. أكيد مشكورين على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها بالقطاع التربوي، خصوصا بظل الظروف القاسية اللي عم نعيش فيها. بنتشكرك أكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير لجميع معلمينا على مستوى الوطن العربي. شكرا لك وكل عام وانت بخير. انتم بخير. شكرا لك.